هناخد اخر ليسون في اخر يونت عندنا، وكده نكون فنشنا المنهج بتاعنا. ليسون 2 بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على نفس الحوار اللي احنا بدأناه في اليونت اصلا، كنا احنا في ليسون 1 بنتكلم على الدايفرستي والكلاسيفيكيشن بتاع الانيمالز عموما او بتاع البلانت. هنا هنتكلم لك على الادابتيشن اند دايفرسيتي اوف ليفنج اورجانيزم. الادابتيشن ده انا اصلا بديه جريد 4، يعني جريد 4 اللي هو سنه رابعه بقوا ياخدوا الادابتيشن ده، بس انتوا كمان بتاخدوه، فانا بقيت بدرس سنه رابعه وسنه بريب 1 هما الاثنين زي بعض، ازاي ما اعرفش. تمام، قال لك وات دو ادابتيشن اند دايفرسيتي اوف ليفنج اورجانيزم تيك بليس. ليه الادابتيشن دوت بيبقى موجود وليه في دايفرسيتي او تنوع في الكائنات اللي موجوده في حياتنا؟ قال لك يا سيدي multiplicated of environmental الحياة في البيئة where living organisms live اللي بيعيشوا فيها الحيوانات دي is the most important reason that leads to living organism diversity. دي أكتر حاجة أو أكتر سبب بيسبب تنوع الكائنات الحية in order to cope with the environmental change، عشان يبدأوا يتكيفوا مع ال environmental change، مع تغير الحاجات اللي بتحصل في المناخ اللي هم عايشين فيه، مثلا زي climate change تغير المناخ، زي food diversity تنوع الغذاء، أو existence of water يعني وجود الووتر عندنا أو غياب الووتر. طيب تعالى يا عم، قالك ال camel lamps اللي هي الأرجلز اللي بتكون اللي هي زي ما بنقول احنا الصوابع اللي موجودة عندنا بس الموجودة في الكامل. قالك ال camel pad in this in the thick flat one. ليه يا ترى الكامل رجله بتنتهي بحتة سيك قوي كده؟ ليه رجله من تحت تحسها تخينة قوي عن بقية رجله؟ قالك يا سيدي to enable the camel wandering through the hot desert sand، عشان يقدر يقف على الساند اللي موجودة في الديزرت اللي هو بيعيش فيها. لكن هو لو كانت رجله رفيعة شوية زي ما هقولك دلوقتي الهورس لامب، رجله بتكون الاند بتاعتها is strong solid end عكس الكامل. فالهورس عنده الليمبس كده عشان يعرف ان هو يقف في الروكي سويل في الارض الصخريه، اما الكامل الثيك فلات وان بتاعته عشان يقدر يقف في الهوت ديزرت. يبقى كل انيمال عنده حاجه بيقدر ان هو ربنا خلقها له في جسمه عشان تساعده يقعد في البيئه اللي هو عايش فيها. طيب تعالى يا عم نبدأ على طول. What is the adaptation؟ ايه هو الميننج بتاع الادابتيشن؟ الادابتيشن كده باختصار قبل ما انا اقول لك اللي عندك في المنهج، الادابتيشن ده زي ما بنقول لجريد 4 ده انيمال قاعد في حتة ربنا خالق له بعض المكونات في جسمه بتساعده ان هو يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها. يعني مثلا لو انت انيمال بيحب الهوت ديزرت، بتحب تعيش في الصحراء، يبقى انت ربنا هيخلق لك استراكشر في جسمك يساعدك على العيش في الصحراء. لو انت انيمال بيحب يقعد في السنو في التلج، فربنا برضو هيكون خالق لك حاجات في جسمك تساعدك على العيش في السنو ده. طيب تعال نشوف بقى المنهج بتاعكم بيقول ايه. قال لك يا سيدي ان الادابتيشن ده it is a modification of living organisms behavior or its body structure. يبقى انت الادابتيشن ده يا يكون behavior من الكائن نفسه، يعني حاجة بيعملها الكائن بنفسه، زي مثلا ما اجي اقول لك ايه مثلا حاجة اسمها الفوكسز اللي هم الثعالب. الفوكسز دولت عايشين في الديزرت في الصحراء، بس بيحبوا يعيشوا in the burrows في جحور كده او حاجات بتبقى مدوره كده، يعني الصخره بيكون فيها كده فتحه، فهما بيحبوا قوي قوي يقعدوا جوه الفتحات اللي موجوده في الصخور. فده اسمه behavior، فعل الانيمال عمله بنفسه. اما البادي ستراكشر دي حاجه خلقها جوه جسم الانيمال نفسه، حاجه الله عز وجل خلقها جوه جسم الانيمال. زي مثلا اما اجي اقول لك لو انت جيت بصيت على البولار بير اللي هو الدب القطبي اللي بيكون لونه ابيض ده، لو انت جيت تبص على جسمه هتلاقي جسمه عباره عن سيك فر ووايت. ليه يا ترى عنده سيك فر ولونه وايت؟ عشان برضو يساعده ان هو يقعد في السنو. تمام، قال لك or even the biological function on of its organ to become more adapted to the environmental condition. أو ده تغير بيولوجي للوظيفة البيولوجية جوه جسم الكائن بتاعك. ليه؟ عشان يقدر يتكيف يعمل adapted in the environmental condition في الظروف البيئية اللي حواليه
المختلفة اللي هو where it's live. يبقى احنا ببساطة الادابتيشن ده حاجة behavior او body structure جوه الانيمال نفسه، biological function of its organs. طب ليه يا روبي اسمها biological function؟ ليه مثلا ما اسمهاش حاجة تانية؟ قالك عشان يعرف يعمل adapted لل environmental condition. طيب ايه هي التايب بتاعة الادابتيشن؟ قالك في structural او anatomical adaptation، في functional adaptation، في behavioral adaptation. دول 3 type of adaptation. اول نوع من ال structural adaptation انا اديتك نبذة عنه، قلت لك ده حاجة الله عز وجل اللي خالقها جوه الانيمال عشان يقدر يعمل adapted في البيئة اللي هو عايش فيها. يبقى هي اسمها modification. اي حاجة في الادابتيشن هتلاقوا بداية الديفينيشن في كلمة modification على طول. هي modification لإيه؟ للstructure of one of body organ. طيب لمين؟ للliving organism to copy to cope with the environmental condition. يبقى ده تغيير في الstructure بتاع جسم الكائن الحي. يعني ما تجيش تقول لي مثلا الstructure ده الاستراكشر ادابتيشن يبقى بيهيفيرال، لا، طالما استراكشر يبقى استراكشر. حتى غشها، اول ما تشوف كلمه استراكشر في الديفينيشن يبقى عايز منك على طول استراكشر ادابتيشن. تمام. قال لك يا سيدي ايه بقى الاكزامبلز بتاعه الاستراكشر ادابتيشن؟ قال لك الكامل باد استراكشر. لو انت جيت بصيت على رجل الكامل هتلاقي ان رجله زي ما احنا لسه قايلين من شويه بتبقى ايه، بتبقى تخينه شويه، بتبقى ثيك عشان يقدر يقف على الرملة. طيب ايه تاني؟ الهورس هوف استراكشر، رجل الهورس من تحت. ليه يا ترى بتبقى ثين كده؟ تبقى ثين وسترونج. ليه؟ عشان يقدر يقف على السترونج او الروكي سويل. هو رجله كده مصنوع من كده عشان يقدر يعمل ادابتد، والكامل برضه رجله مصنوع من كده عشان يقدر يعمل ادابتد. طيب ايه هي الفانكشنال ادابتيشن او الفانكشنال ادابتيشن؟ ايه دوت؟ نفس الكلام، بنبدأ التعريف بتاعنا بالموديفيكيشن. موديفيكيشن دي بالمناسبة اسمها تعديل أو تغير، زي مثلا كلمة تشينج بس ليها معنى تاني اللي هي موديفيكيشن. تمام. قال لك يا سيدي دي موديفيكيشن، موديفيكيشن لإيه؟ some tissues and organs of the body of living organism. يبقى أنت ركز، هنا قلت لك موديفيكيشن of إيه؟ of structure، اما هنا بقول لك modification of tissues and organ. تمام. قال لك يا سيدي of living organism to become able to do specific function، عشان يقدر يعمل الوظائف اللي هو مخلوق عشانها. تمام. ايه هي بقى الاكزامبلز اللي موجوده عندنا؟ قال لك يا سيدي skirting poison in snakes، يعني ايه البايزون؟ اللي هو السم اللي بيكون موجود جوه السنيك. أو skirting sweat in human in case of high temperature، إن أنت تطلع أو تبذل مجهود جدا أو تبقى الدنيا حر، الجو very very hot، فأنت تبدأ تعمل skirting sweat، تطلع عرق كده من جسمك، فالعرق ده بيبدأ يخليك تعمل functional adaptation. يعني إيه؟ جاية من كلمة function، function adaptation أو functional adaptation. تمام. يبقى زي ما السنيك بيطلع السم، انت كمان بتطلع السويت اللي هو العرق من جسمك. طيب ايه هو يا ميس البيهيفيورال ادابتيشن؟ قال لك يا سيدي ان البيهيفيورال ادابتيشن ده it is modification، نفس الكلام modification لايه يا ميس؟ لبيهيفيور اوف ليفين اورجانيزم. يبقى ده فعل او سلوك بيعمله الانيمال بتاعي وبيبدأ يعمل بيه ايه؟ a specific time of the day or the year، بيعمله طول السنة أو طول الأيام اللي هو عايش فيها في المنطقة اللي هو فيها. طب ايه هي ال examples؟ قالك ال activity of bird during the daylight and birds at night. يعني ايه؟ أما انت بتبص كده على ال birds اللي بيطيروا في السماء، لو انت جيت لاحظت في أنواع من ال bird ما بتظهرش إلا وقت شروق الشمس، أول ما الشمس تبدأ تنزل كده خلاص، وقت لو وقت المغربية كده قبل المغرب بشوية تلاقي الشمس بدأت تغير لونها، وبدأ أنواع من البيردز تبدأ تطير في كل مكان وتبدأ إن هي تروح
مع غياب الشمس. او البات، الخفاش، الخفاش ده بيصحى بالليل، بيبقى اكتف ات نايت اونلي. ليه يا ترى بيحب يصحى بالليل؟ عشان بيعمل behavioral adaptation. طيب قال لك يا سيدي برضو ال bird migration at certain time or the year، يعني ايه؟ في نوع من انواع الطيور بيعمل migration. what is the meaning of migration؟ مهاجرة، بيسيب المكان اللي هو بيحب يقعد فيه وبيروح لمكان جديد كل سنة في نفس الوقت. يعني مثلا احنا دلوقتي في شهر ايه؟ احنا في شهر ديسمبر، فشهر ديسمبر ده مثلا يبقى البيردز هيطلعوا من مثلا من ايجيبت، يروحوا مثلا لندن، يفضلوا قاعدين هناك لحد ما ديسمبر العام القادم يجي ونلاقيهم راجعين تاني ايجيبت، تمام؟ فدي نفس الفكرة، طالما الكائن بيعمل حاجة بنفسه behavior or act، فعل منه أو سلوك، فده احنا بنسميه behavioral adaptation. ايه هي بقى الريزونانس اوف ادابتيشن؟ ايه هي اسباب الادابتيشن اللي موجوده عندي؟ قال لك يا سيدي فور انيمال، لانواع الانيمال، قال لك ذا موست امبورتنت ريزون فور ادابتيشن ان انيمال، او اهم الانواع اللي الانيمال بيعملوا عشان ادابتيشن هي الاتي. نمبر 1، to move in different environment، عشان يروحوا مناطق جديدة. زي مثلا لو انت كائن مثلا زي الديناصور، لو تسمعوا عن الديناصور، الديناصور ده ما بقاش موجود، حصل له extinct، حصل له انقراض. الديناصور ده اتعرض لأسباب صعبة قوي في البيئة اللي هو كان عايش فيها، كانت بتنزل عليهم مترويدز اللي هي النيازك اللي جاية من الفضاء الخارجي، كانت بتنزل على المنطقة اللي هم عايشين فيها، فهم ما قدروش يعملوا أدابت. عارفين لو كانوا قدروا يعملوا ده ما كانوش زمانهم حصل لهم اكستينكت. فالديناصورز دول حاولوا ان هم يروحوا منطقه جديده غير المنطقه بتاعتهم، ما عرفوش يعملوا فيها ده، تمام. قال لك تاني حاجه، to get food from the surrounding environment، زي الزرافه. الزرافه دي لو ما لقيتش food في المنطقه اللي عايشه فيها، عادي سهله جدا تروح تقعد في منطقه جديده عشان تاكل منها. طيب نمبر 3، to escape from their enemies in dangerous situation، عشان تستخبى من الحيوانات الأعداء ليك. زي مثلا لو انت نوع من الليزردز اللي هما السحالي، فالسحلية دي احنا عارفين ان هي بتعمل تشينج اتس كولر، بتغير لونها. طب ليه بتغير لونها؟ عشان تو اسكيب. يبقى احنا اول حاجة تو موف، تاني حاجة تو جيت فود، تالت حاجة تو اسكيب، تمام. اللي بعده يا حم الحاج بيقول لك ايه؟ قال لك تعالى ننزل على اللي بعده. قال لك فور بلانت، انت كده اتكلمتني عن الانيمال، تعالى بقى اتكلمني عن البلانت. قال لك فور بلانت احنا هنقسمهم 3 حاجات. first adaptation and motion diversity in mammals، ده اول حاجة هنتكلم عن المامز. second adaptation and natural of food and birds and insectivorous in plants. third adaptation and environmental as hibernation. ايه الكلام الغريب ده؟ ناخد واحدة واحدة عشان ايه دماغكم ما تسحش مني. أول حاجة the first، بسم الله، adaptation and motion diversity in mammals. ايه هو الادابتيشن اللي بتعمله المامز بتاعة البلانت؟ قال لك المامل live in virus environment، so الله أكبر الله أعلم، so they move in different ways، هما بيعيشوا في أماكن مختلفة جدا، يعني كل واحد منهم ممكن يكون عايش في بيئة. قال لك يا سيدي such as walking, flying, swimming, climbing and diving، كل نوع من نوع بيبقى بيعمل حاجة غير أخوه اللي موجود جنبه. قال لك although the limbs of all animals are structured with similar bones, some modification have happened to these limbs. يعني إيه؟ يعني في نوع من أنواع الماملز عندهم limbs similar، وفي نوع تاني لأ ممكن ما يبقوش similar مع بعض. طيب ده ليه بقى؟ ليه عندهم اللمس بتاعتهم اللي هي الأرجل بتاعتهم بتبقى مختلفة أو بتبقى سيميلار؟ قالك أول حاجة too much with the way of movement and the animal lifestyle، عشان يبدأ الأنيمال اللي هو عنده لمس دوت يقدر إن هو يتكيف مع البيئة اللي هو قاعد فيها ويقدر يعمل movement. تاني حاجة too much with the dominated environmental condition، عشان تعرف ان انت تعمل ادابت مع الكونديشن اللي انت عايش فيه في البيئة اللي هو موجود فيها. مثلا لو انا قاعد في سنو فاقدر ان انا اتعايش مع السنو اللي انا عايش فيه. لو انا مثلا
قاعد مثلا في بيئة حارة، فأقدر برضو أعمل دومينيتد. إيه دومينيتد دي؟ دومينيتد يعني سيطرة، بقدر إن أنا أعمل كنترول، بتحكم في الانفيرومنتال كونديشن عن طريق الأدابتيشن بتاعي. أوكي طيب، تعالى نقول بقى أنواع المامز وإيه هما عندهم إيه والكلام الجميل ده. قال لك المامز موديفيكيشن ان ذير فرونت لينبس، بنبدأ نقسمهم على طريق اللينبس اللي موجودة في رجلهم. قال لك في عندنا الوايلز، الحيتان، الدولفين، والسي لايت، كل دول عندهم فرونت لينبس ار موديفايند تو بيكام بادلس. يعني ايه بادلس يا ميز؟ يعني زي ما انت شايف كده، لو انت جيت بصيت على رجل الدولفين ده من تحت هتلاقي اللينبس بتاعته شكلها غريب الأطوار، غير مثلا الليمب بتاعت الهورس او الليمب بتاعت المونكي. طيب قال لك يا سيدي الايم اوف موديفيكيشن بتاعه، احنا ليه عملناهم الليمبس بتاعته على شكل باتلس؟ قال لك تو بريفورم ذا فانكشن اوف سويمنج اند دايفنج ان ووتر، عشان الاستراكشر اللي اتعمل جوه جسمه ده هيساعده ان هو يبقى على قيد الحياة جوه الووتر، ويقدر يعوم جواه، يقدر يعمل دايفنج غوص، ويقدر ان هو still alive يبقى على قيد الحياة. ايه التايب اوف ادابتيشن اللي هنا؟ ده structure. طب لو بنتكلم على حاجة في البادي بتاع الكائن يبقى على طول structure. البات قال لك the front limb are modified into wings، عنده أجنحة، الأجنحة بتاعته أو الوينجز ديت هي اللي بتساعده إن يعمل الفانكشن أوف فلاينج، بتساعده إن هو يطير. هل لو الخفاش ما عندوش وينجز يقدر يطير؟ مستحيل. تمام، قال لك برضه نفس الكلام ده بنعتبره structure adaptation. الهورسز اللي احنا كنا لسه بنتكلمين عنهم، قلنا عندهم front limbs are modified into legs، عندهم أرجل، والأرجل بتاعتهم بتكون strong. ليه بقى؟ عشان تساعده يعمل الفانكشن اوف رانينج، يقدر ان هو يجري مسافات كبيرة ويخش جوه ريسز اللي هي المسابقات. المونكي اور الغوريلاز اللي هو الغوريلا، يعني المونكي او الغوريلاز. قال لك the long arm are due to elongating of the pons of the front limbs or fingers. يعني ايه الكلام ده؟ هو عنده ذراع كبير، عنده ذراع اتنين ذراع كبير، تمام، وعنده بونز عظام موجودة في جسمه، واللمبس بتاعته على شكل فينجرز، على شكل أصابع زيك بالظبط. احنا بنقول إن المونكي أصلا في حاجات كتير قوي من الإنسان، لدرجة إن في ناس بتقول قال إيه أصل الإنسان كان مونكي، مفيش منه الكلام ده، الكلام ده أصلا إيه يعتبر مخالف للعقيدة يعني. فقال لك يا سيدي المونكي ده ليه عنده اللمبس بتاعته على شكل فينجرز؟ قال لك to perform the function of climbing tree، بتساعده إن هو يتسلق الجدران بتاعة الشجرة، and catching things، أو يبدأ يمسك منك لو أنت بترمي له موزة مثلا يقدر يمسك الموزة دي منك. يبقى أنت كده عرفت المامنز كلهم عندهم إيه في اللمبس بتاعتهم، وإيه ليه عندهم اللمبس دي، وإيه التايب بتاع الأدابتيشن. يلا يا سلمى حللنا أول سؤال كومبليت. سلمى ينفع حلو منه سؤالي هي سؤالة عارفه مش adaptation يعني أقول ايه and ايه are forms of resonance in adaptation in animal. الانيمال ايه الريزونانس بتاعته؟ تقريبا لسه كنا قايلين 3، انا عايزة 2 منهم بس. ماشي يعني طب ينفع؟ اللي هم الستراكشر والف ماشي سوري يعني to move in different verb كده يعني ولا ايه مش فاهم ايه؟ ايوه بس اللي هو to move in different to environment move و to get وتقول food. ايوه الحاجات اللي انا كنت لسه from قايلها دي اهي، to surrounding get food و to environment escape. أو to escape أنا بس كنت شوية عايز ايوه هي اللي انت كنت بتقوليها. اول واحده قولي مثلا to move، تاني واحده to get food، تالت واحده to escape from enemies. انت عايزه ايه؟ بس كملوا طبعا، انا هكتب لكم باختصارات بس انتوا كملوا.
يلا يا سيد. The bats front limbs are would feed into it to enable it to into wings. أيوة wings. To enable it to هيعمل ايه بالوينجز؟ perform the function of flight. ماشي flying على طول، اكيد مش هنكتب له ده. flying الهورس اه into legs ماشي legs. tables running ما كنت لسه اقول function of running. ماشي running. مش عارفة هو بيحذف ليه القلم النهاردة، مجنون. يلا يا اخويا. The wall's front limbs are would feed into not to enable it into not. The wall is sunny to be sunny to so لا sunny ايه هتبقى تو بدلس صح؟ وادي بدرس وادي سويمين بالضبط كده. تسمع صح، انا عارفه الالم المجنون. اوكي كده احنا اتكلمنا عن الفيرست اللي هو المامز. تعالوا السكند نتكلم على الادابتيشن اند ناتشرال اوف فود. نتكلم بقى على الفود اللي بياكله الكائنات. قالك يا سيدي الادابتيشن اند فود دايفرسي ان بيرد. تعالوا نتكلم اول حاجه عن البيرد اللي هما الطائر او اللي هما الطيور، يعني معنى صح. قالك اول حاجه هنبدا نعمل كلاسيفيكيشن للبيردز ديت عن طريق التايب اوف فود اللي هما بياكلوا. اول حاجه الاكزامبل اللي هو الهاوك اند فالتشرز، تاني حاجه اللي هو الهيرون اند هوبو، وتالت حاجه الدوكس اند جيسز. تمام. قالك يا سيدي اول حاجه الموديفيكيشن اوف بيكس. قالك يا سيدي لو انت جيت بصيت عليه هتلاقي عنده سترونج اند شارب كروكيد بيكس. ماشي. ده اللي هو مين ده؟ ده اللي هو الهاوك اللي هو الصقر والنسر. تمام. الصقر والنسر، الصقور والنسور. الصقور والنسور دول اول ما تيجي تبص عليهم ايه اكتر حاجة بتميزهم؟ اللي هم عندهم ال strong and sharp crooked peaks. يعني ايه يا مس كلمة peaks دي؟ قالك يا سيدي البيكس دي اللي هو المنقار. لو انت جيت تبص على شكله كده هتلاقي المنقار بتاعه بيبقى قوي قوي وبيبقى كمان strong. طب ليه يا ترى البيكس بتاعته بتبقى قوية كده؟ قالك to enable them to tear the prey's flesh، عشان يقدر يقطع الحتت بتاعة البريز بتاعته. أي كائن هو عايز ياكله يقدر يقطعه بكل سهولة عشان هو عنده strong sharp peaks. طيب الهيرون والهوبي دوت عندهم البيكس بتاعتهم بتبقى long and thin peaks، طويلة ورفيعة. ليه يا ترى طويلة ورفيعة؟ قالك يا سيدي طويلة ورفيعة عشان يقدر ان هو يعمل ايه؟ to help them to pick up worms and snails، عشان يقدر ان هو ياخد الاسم ده الورمز الديدان اللي هو بيحب ياكلها او السنيلز اللي هو بيحب ياكلها، يقدر يلتقطهم بالمنقار الطويل قوي واللونج ده كمان. طب الدوكس اند جيسس البيكس بتاعتهم عامله ازاي؟ قالك عنده وايد انديتند بيكس. البيكس بتاعتهم بتكون عريضة شوية زي ما انت شايف في الصورة كده، وبتكون عندها in the two sides، موجودة في التو سايدز بتاعة الدماغ بتاعتها. طب يا ترى البيكس بتاعة الدق دي بتساعدها في ايه؟ قالك to help them filter the food from water، بتساعدها ان هي تعمل فلتر للفود من الووتر اللي هي بتاكل منها. يبقى انت كده اتكلمتني عن البيكس. تعالى اتكلمني عن حاجة تانية، موديفيكيشن اوف ليج، الأرجل بتاعهم شكل الرجل بتاعهم عاملة ازاي. وخد بالك على فكرة الدروس بتاعت ليسون 3
سوري يونت 3 كلها جيف ريزون. لو انت خدت بالك انا بشرح وبقول لك جيف ريزون، بشرح وبقول لك جيف ريزون، بشرح وبقول لك جيف ريزون، يبقى انتوا هتتهروا جيف ريزون في يونت 3، هيجي يلعب قوي 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 في الجيف ريزون بتاعتك. فانت خد بالك وانت بتذاكر، ذاكر على هيئة سؤال وجواب احسن لك، بدل ما تذاكر كده عشوائي تحس نفسك الدنيا بتطير منك، لا ذاكر على هيئة سؤال وجواب، ورقة وقلم، اكتب السؤال تحت الإجابة، ومش لازم تفضل تكتب الإجابة كلها، لا اكتب لي الإجابة الصح على طول. يعني مثلا تو هيلب زام تو بيك اب ورمز اند سنيلز، عارف لو انت كتبت لي بيك اب ورمز اند سنيلز بحسبها لك صح، بس تكتب لي ورمز اند سنيلز لان دي اهم جزئية في الإجابة كلها. فانت اكتب لي اي حاجة قبلها، مثلا تو جيت ورمز اند سنيلز هحسبها لك صح، تو مثلا فود ورمز اند سنيلز هحسبها لك صح، بس انت اهم حاجة تعرف ان الهورس بياكل ورمز اند سنيلز عشان لما يجي لك السؤال تبقى انت عارف تجاوب ازاي. ماشي، طب تعالى نتكلم عن الليجز بقى. قال لك يدي الليجز بتاعته فور بندبل فينجرز، عنده فور فينجرز موجودة في رجله، بندنج ان سترونج اند شارب كلاوز، ومخالب قوية وحادة جدا جدا جدا. ليه يا ترى؟ قال لك يا سيدي عشان يقدر يعمل كنترول باوندينج ذا براي، يقدر يمسك يعمل باونسينج لاي براي عايز ياكلها بكل سهوله. انا اول ما اجي اقرب على البراي، انا مثلا لو هاوت هقرب بالمخالب بتاعتي بالكلاوز بتاعتي وبالفينجرز الكبيره دي، وابدا اقوم عامله مقطعه البراي بتاعتي واكلاها على طول. طيب اللي هو الهورن دوت عنده ايه؟ قالك عنده لونج سن ليج، لو انت جيت تبص على رجله اهي طويلة قوي والسن رفيعة، بندنج ان سن فينجرز، حتى صوابعه كمان سن. ليه؟ قالك تو ووك ان ذا اكستنس اوف ووتر، عشان يقدر يمشي على الجنب بجانب الماء مثلا، او في الحتة اللي فيها مية بكل سهولة، عشان هو بيحب ياكل الحاجات اللي موجودة هناك. يبقى هو طالما بيحب ياكل الحاجات اللي موجوده عند الماء extensions of water، يبقى لازم الاستراكشر بتاع جسمه يبقى فيه حاجه تساعده في المشي جنب الووتر دي. اما يا سيدي الدق، البطه دي عندها ايه؟ عندها بالم ليج، اهي بص رجليها عامله ازاي، رجليها كلها لازقه في بعضها. ليه يا ترى؟ قال لك to help them in swimming، عشان البطه دي مش انتوا بتشوفوها بتعوم في الميه كده، تفضل تعوم حوالين بعضها يبقى شكلها تحفه قوي، بحب شكل البط في الميه. فاللي بيساعدها على السويمنج هو البالم ليجز بتاعتها. وطالما احنا بنتكلم عن حاجه جوه البادي ستراكشر بتاع الانيمال، يبقى كده احنا هنسميه structural adaptation. يعني ايه structural adaptation؟ يعني تركيب جوه جسم الكائن. تمام. ميتا كويس بلانت، احنا كده ممكن نقسم الدرس اتنين عشان نلحق بس نشرح المهام بتاعت سلمى عشان الوقت كده ياخد. ممكن ناخد التو ونقف لحد تو، يعني ناخد البي جي جي ونقف لحد عندها ونكمل يوم الخميس. قال لك الادابتيشن ان انسكت ايتينج بلانت، مين هم بقى الانسكت اللي بيحبوا ياكلوا البلانت دولت، ومين هم دول؟ تعالى يا عم. او قال لك يا سيدي احنا بنسمي الانسكت ايتينج بلانت بنسميهم براي ديكايس. براي ديكايس ايه هم البراي ديكايس دول؟ او بنسميهم برضو اسم تاني الانسكتيبورس. بصوا الاسماء غريبة بس حاولوا على قد ما تقدروا تلقطوها شوية. بريدوكايس او انسكتيفيوس. ايه هم الانسكتيفيوس بلانتس دولت؟ قال لك they are self feeding green plant. يعني ايه؟ يعني هم بيبقوا autotrophic green plant، يعني بيحصلوا على الغذاء بتاعهم بنفسهم. عن طريق ايه؟ that is the root can't absorb the nitrogenous substance from the soil needed to make protein. الروتس بتاعتهم مش بتبقى قادرة ان هي تمتص النيتروجوس. يعني ايه النيتروجوس؟ ده نوع من انواع النيوترينز، المواد الغذائية، مش بيعرفوا يمتصوها من الروت عشان يقدروا يعملوا البروتين اللي هم محتاجينه. طب بيحصلوا على البروتين بتاعهم ازاي يا ميس؟ قال لك بيحصلوا على البروتين بتاعهم ان هم eating other animals. ايه ده؟ ثانية،
هو في نوع من البلانت ممكن ياكل انيمال؟ قال لك اه، في انواع بلانت بنسميها بريديتور بلانت، البلانت المتوحش، النباتات المتوحشه، تمام؟ ودي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، اللي اسمها بريدوكويس او اسمها انسكتيفورس بلانتس او انسكت ايتينج بلانت، تمام؟ قال لك يا سيدي تعالى نتكلم على طول بدون كلام كتير. الاكزامبلز بتاعتك قال لك عندك كذا واحده من البلانت اللي بتقوم بالدور ده. اول واحده بنسميها ايدونيا، تاني واحده بنسميها دروسيرا، تالت واحده بنسميها هالبوفيلا، تمام؟ كل واحده اسمها اغرب من اللي قبلها، فانتوا حاولوا تتقبلوا اسامي الغريبه دي. اول واحده الديونيرا او الدروسيرا او الهالفوليرا، دول موديفيكيشن. ايه الموديفيكيشن بتاعهم؟ بنقسمهم او بنوصفهم بايه؟ قال لك some part of leaf of insectivorous plant are modified. يعني ايه؟ يعني انت لو جيت تبص على الليفز بتاعتهم او ورق بتاعتهم بتبقى insectivorous. يعني ايه يا ميس insectivorous؟ يعني eat insect، بياكلوا بيها الانسكت، زي ما انت شايف في الصوره كده. بص البلانت بيقوم قافل على الانسكت ويقوم واكله جواه على طول. طب ايه هو الريزونز اوف موديفيكيشن؟ ايه سبب الموديفيكيشن الغريب اللي هما بيعملوه ده؟ قال لك تو باونس او كابتشر اند دايجست ذا انسكت. ايه ده؟ بيعمل دايجست للانسكت؟ اه. طب ليه يا ترى بيعمل دايجست للانسكت؟ عشان هو انا قلت لك هنا ايه؟ كانت ابسورب ذا نيتروجوس. بيقوموا بقى واخدين ابسورب النيتروجوس ده من مين؟ من من الانيمال او الانسكت اللي هم بياكلوه. يبقى انا كانيمال مش عارف اعمل ابسورب للنيتروجوس، اقوم واكل لي كام انسكت كده اخد منهم النيتروجوس عشان ابدا اعمل بروتين جوه جسمي واعرف ابقى على قيد الحياه. يبقى انا لو ما عملتش كده مش هقدر اعمل ادابتيشن، انا بعمل كده عشان اقدر اعيش في البيئه اللي انا موجود فيها. هنقف لحد هنا، وده برضو بنعتبره على فكرة استراكشر ادابتيشن. هنقف لحد هنا، المرة الجاية يوم الخميس بإذن الله نكمل عشان نلحق نشرح المهام، سوري التجارب بتاعت سلمى. اعملوا لي بس منشن، يلا يا سلمى، منشن the type of adaptation of each the following، قولي لي نوع الادابتيشن. احنا عندنا ال types of adaptation 3: structure, functional و behavior. سلمى ماشي ثواني بس، ماشي ماشي ثواني بس، هتجري بفرق behavior اكتبي. ماشي، برافو عليكي، behavior. ماشي، يلا يا ماشي سيف. secreting poison in snake وانا عارف اللي بعديها، بس دي ثانية احاول افتكر. افتكر انا قلت لك ثانية، عندك الادابتيشن 3 تايب: structure, behavior, functional، اللي هي جايه من كلمه function. فانكشن ايه؟ فانكشن بالظبط كده، ده function. يلا يا سامي. طويل structure. structure، برافو عليك، تمام. الميتنج هيفصل عليا حالا، اخرجوا وادخلوا تاني عشان نشرح بقى الحاجات العملي بتاعت سامي. لو سيف مش عايز ماشي تدخل يا سيف براحتك، ماشي؟ لو مش عايز تدخل براحتك.